بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا دكتور عثمان البشير الكباشي من دولة السودان من طريق الكباشية القادرية، وباحث ومهتم بالتصوف، وتوليت مسؤوليات عديدة في ذات صلة بهذا الأمر. في الحقيقة هذه الندوة العلمية المباركة لفتت النظر إلى قضية غاية في الأهمية وخاطبت العصب الحي لمشكلات المجتمع، وهي مشكلة الشباب والطفولة. والحديث عن الشباب والطفولة بالضرورة يعني الحديث عن المستقبل، ويعني بالضرورة الحديث عن حيوية الأمة، عن قلبها الذي إذا صلح جسده كلها، وإذا استقام مستقبلها أيضا. العظيم في هذا الأمر أنه يتناول هذه المسألة الملحة التي تهم ليس فقط المؤسسات الرسمية ولا التربوية، ولكن تهم كل بيت وكل أسرة فيها طفل أو شاب، أنه تناولها من الزوايا المتنوعة: النفسية والتربوية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتناولها بتفاصيل وكليات تغريبا قطت ما يمكن أن يقال في هذا الأمر. والرائع أن هذه المؤسسة المتميزة المباركة، مؤسسة سيدي محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، لم تجعل من التصوف أمرا منعزلا في القضايا الروحية، ولكنها هذا مباشرة ذهبت إلى القضايا التي تهم المجتمع. في الحقيقة نحن لم نرى مؤتمرا وأوراقا علمية وحسبه، ولكننا أين تجربة في الحياة نابضة وحية. ومن محاسن الأقدار أننا تلقينا اليوم نتيجة نجاح هذه المؤسسة التربوية، وليس على المستوى الأكاديمي، ولكن رأينا بأنفسنا نجاحها في الواقع، في التربية وفي السلوك، وفي أنه أكرمت أهل العلم وأكرمت أهل القرآن. وهذه مؤسسة صحيح في بلاد المغرب المبارك الشقيق، ولكنها فيها من أبناء المسلمين في إفريقيا. رأينا خريطة إفريقيا تتشكل هنا في هذه الزاوية البصيرية وفي هذه المؤسسة التعليمية والعلمية والبحثية. في الحقيقة أنا لا أجد ما أقوله يعني إزاء هذا الذي رأينا من علم مبذول، ومن كرم فائض جزاكم الله خيرا، ومن روح طيبة. رأينا السلوك يعبر عن قيم التصوف أكثر من الكتب والمحاضرات والأقوال، ولعمري هذا هو ما هو مطلوب تماما وهو مفقود. في الحقيقة أنا لا أستطيع مهما تحدثت أن ألخص الفائدة التي جنيناها من هذا الأمر، ولكني أعود فأقول هذا شيء طبيعي للمغرب، لأن من المغرب أشرقت علينا في المشرق أنوار الهدايات والبركات والعلوم، فكل يعني ما هو في المغرب هنا له صدى في المشرق، في بلاد المشرق العربي. ولذلك لا نستغرب وإن كنا في الحقيقة قد ملأتنا البهجة والفرح والسرور والتفاؤل، لأننا رأينا ما يدعوننا إلى التفاؤل وإلى المراهنة على هذا المنهج الذي قطعا يمكن أن يقدم إجابات. مثل ما الآن بدأت الإجابات عن قضايا الشباب، نعتقد بأن هذا المنهج يمكن أن يقدم إجابات عن قضايا كثيرة جدا. لا يسعني إلا أن أشكر مولاي الشيخ إسماعيل البصير وإخوانه وأحبابه ومرديه ومؤسسته، بل أشكر المغرب كله الذي أتاح لنا هذه الفرصة، وأرفع إلى جلالة الملك المفدى المبارك حفظه الله ونصره الله أنه يرعى مثل هذه الأعمال الطيبة الخيرة. وهذه إن شاء الله غرس يثمر ويؤتي كل أكله في كل حين بإذن ربه. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم.